الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن بتوفيق الله. عزيزي، نستمر في قراءتنا لكتاب شرح الأحاديث القدسية للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في المجلس الثالث مع الحديث الثاني، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثاني من صفر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الثامن لعام 24 و2000. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن الأحاديث القدسية، ونتناول في هذه الحلقة حديثا عظيما منها، وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بارك الله فيك. أخرجه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تعالى قال. لما صدره إن الله تعالى قال، كما اتفقنا كما علمنا، معنى أنه حديث قدسي، فناسب أن يريده الشيخ في هذه في هذا الكتاب، في هذه الرسالة. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا، الولي هو المؤمن التقي، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذا قيل: كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والناس ينقسمون إلى قسمين: إما أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان، وعليه كل المسلمين من أولياء الرحمن. من لم يكن وليا للرحمن ووليه الرحمن كان من أولياء الشيطان. لكن هل هذه الولاية متفاوتة درجات، ولا كلها درجة واحدة؟ متفاوتة تفاوتا عظيما، كما أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام يزيد وينقص، والهدى والنور والخير والاستقامة والتقوى، كذلك الولاية. لأن أصل الولاية ماذا إخوان؟ إيمان وتقوى. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا، والتقوى تزيد وتنقص. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني في تقوي في أتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى من كل المسلمين. إذن إذا زاد الإيمان وزادت التقوى زالت الولاية. الولاية يعني المحبة، والله عز يحب عباده. أيضا حب الله للعباد ليس إيش على درجة واحدة، فهناك من هو أحب إلى الله عز من غيره، أحب إلى الله عز من غيره. الله عز يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون والمتطهرون أيضا هم يتفاوتون، فمن كان أكثر تقوى لله أحب الله أكثر، من كان إيمانه أزيد أحبه الله أكثر، وهكذا. إذن يطلق أيضا يعني الولي يعني المتقدم في طاعة الله ورسوله، يعني المتقدمون في طاعة الله ورسوله يقال لهم أولياء، باعتبار أنه إيش يعني كملوا الولاية أو قاربوا من كمالها. وعلى هذا يكون هناك إيش الولي، كما يقال رجل، رجل يعبر رجل يعني إيش كامل في رجولته. وإلى كل الذكور رجال، إذا بلغوا فهم رجال ليسوا بنساء، لكن أيضا يتفاوتون، صح ولا لا؟ لكن إذا قيل الرجل المقصود يعني الذي إيش كمل في رجولته، أو يعني متقدم في الرجولة، فيقال الولي. هذا من أولياء الله، أولياء الله الذين ينصرهم الله ويحبهم، الذين تقدموا في الولاية. وإلا كل مسلم فهو ولي لله عز وجل، لأن الناس كما قلت لكم ينقسم إلى كم قسم؟ إما إلى أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان. فهنا الله عز وجل يتوعد من نصب العداء لولي من أوليائه سبحانه وتعالى.
فيقول فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب لأنه اعتدى على ولي من أولياء الله. لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا وليهم، فكيف يأتي واحد يعتدي على ولي من أولياء الله؟ فلا شك أن الله عز وجل أن الله يدافع عن الذين آمنوا، صح؟ فيدافع الله عنه، فأعلن الله الحرب على من يعتدي على أولياء الله. قال العبارة الجملة الثانية، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي، التقرب إلى الله عز وجل يكون بالأعمال الخالصة الصواب على سنة رسول الله. لا تكون قربة قربة مقبولة عند الله عز وجل ما لم تكون قائمة على هذين الأصلين، أن تكون ماذا إخوان؟ أن يكون صاحبه مخلصا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى إيش؟ لا إله الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، فهذا يخلص العبادة لله فيعبد الله وحده. ومحمد رسول الله أن لا تعبد الله إلا بما شرع. فمن هذا العبد الذي لله عز وجل، هذه عبودية خاصة، لأن إن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الناس عبيد، بمعنى خاضع، بأن معنى خاضعون لأمر الله الكوني، ما في أحد يخرج عن قدرة الله وهيمنته وسيطرته. لكن عبودية خاصة وهي التعبد لله بما شرع الله من العبادات. فعلى هذا كل من هو عبد الله عبادة خاصة، عبودية خاصة، فهو داخل في العبودية العامة. لكن ليس كل من هو في العبودية العامة له عبودية خاصة لله عز وجل. وإذا امتدح الله عز وجل عباده يمتدح من؟ أي العباد؟ في العبودية العامة ولا الخاصة؟ الخاصة، الخاصة، كما في قول مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذكر لهم صفات، فهم عباد الرحمن، وضافهم الله إلى نفسه يعني تشريفا لهم. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هؤلاء مسلمون يناديهم الله حتى لو أكثرتم المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا يقول الله عز وجل وما تقرب إلي، التقرب إلى الله لا يكون إلا بالأعمال الخالصة الصواب الصحيح على سنة رسول الله. إلي عبدي، يتقرب عبدي إلى الله عز وجل، أي عبد بالعبودية الخاصة والعامة؟ الخاصة. بشيء، ما تقرب بشيء يعني أي شيء، لأن الله عز وجل يجازي حتى على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بأي شيء يتقرب به العبد فإن الله يقبله إذا كان خالصا صوابا على سنة رسول الله. لكن هذا الذي يتقرب به الله عز وجل أيضا يتفاوت، فأحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل ما كان من الفرائض مما افترضته عليه، يعني مما أوجبته عليه، يقال فريضة ويقال إيش؟ واجب ويقال متعين. فهذا الذي أوجبه الله عز وجل على عباده هو أكمل وأفضل وأحب إلى الله عز وجل مما هو من الأعمال المستحبة النوافل. ولذلك الواجب أو الفرض هو ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما ألزم به العباد، ماذا ترتب عليه؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. فما أوجبه الله وجب امتثاله، فمن امتثله أثيب على امتثاله، ومن تركه استحق العقوبة على تركه. بينما المستحب ما أمر الله به ورسوله بأمر غير لازم، يعني رغب ترغيب من غير أن يلزم به. وأيضا هذا من امتثله، من استجاب لله وامتثله طاعة لله عز وجل مخلصا على السنة، فإن الله يقبل منه ويثيب عليه. لكن تاركه لا يستحق العقوبة، لكن يفوته الخير ويفوته الأجر والثواب. إذا هنا في فرق بين ما أوجبه الله وما استحبه لعباده، ما الفرق بينهما؟ كلاهما مما أمر الله به وشرعه الله لعباده لتقرب به إليه، لكن الفارق بينهما أن الواجب، الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما يلزم به. الفرق الثاني أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، بينما المستحب يثاب فاعله امتثالا لكن لا يستحق العقوبة تاركه. أي الأمرين أحب الله عز وجل؟
النوافل الفرائض ولا النوافل؟ هذا الحديث صحيح وصريح بأن ماذا؟ أن الفريضة أحب إلى الله يقوم بها العبد من النافلة. ولذلك الذي يترك الفريضة ها يستحق أن يعاقبه الله لتركه للفريضة، حتى إذا ضاق الوقت ولا يتسع الوقت إلا لأداء فريضة أو نافلة، فماذا تقدم حينئذ؟ الفريضة. مثاله كما لا استيقظ إنسان قبل أن تشرق الشمس ولم يصلي الفجر بعده، إن اشتغل بالفريضة طلعت الشمس وصلى، إذا اشتغل بالنافلة طلعت الشمس وصلى الفريضة قضاء، وإن بدأ بالفريضة استطاع أن يصليها في وقتها أداء، فماذا يفعل؟ يبدأ بالنافلة ولا بالفريضة؟ بالفريضة هي أهم. واحد فيه عجلة ولا مستعجل ولا متعب نعسان، فيادوب يصلي الركعتين، يصلي سنة الفجر ولا فريضة الفجر؟ الفريضة، يقدم الفريضة، فالفريضة أوجب ويستحق العقوبة تاركها ويحب إلى الله بنص هذا الحديث. واضح؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترضته أو فرضته تشديد، افترضته يؤكد للتوكيد. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يعني مع بيان أن أحب الأعمال الله ما كان فريضة، بين الله عز وجل في الحديث أن والمستحب له مكانته عند الله عز وجل وله فضله عند الله عز وجل. وإذاك كما يقال السلف كانوا يسألون عن المستحب ليأتوا به، والخلف يسعى المستحب ليتركه. هو واجب المستحب، واجب المستحب، مستحب طاف. انتبهتم؟ وهذا يكثر بالحج، يعني يريد يحج فقط مقتصر على ايش؟ الفرائض. عطني الفريضة، مستحب مستحب خلاص مستحب. هذا غلط، غلط كبير. لماذا غلط كبير؟ أولا المستحب يا أخوان مشروع أرسل الله برسوله وشرعه لعباده، مش ليهمل، ليعمل. هذا واحد. اثنان، هذا فيه حسنات عظيمة. والسعيد أسعد الناس في الدنيا من يا أخوان؟ من أكثر من الحسنات وقلل من السيئات. أصل الدنيا هي ما هي، الدنيا مزرعة الآخرة، مهما حصلت من الدنيا فهي زائلة وما فيها، لكن لا يبقى إلا عملك الصالح. فأنت بحاجة ماسة إلى حسنات. ثالثا، أنت كثير السيئات، خالقنا كما سيأتي في الحديث اللي بعده يقول إيش؟ يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار، أخطانا كثيرة. والمستحبات يكسب بها المسلم هذا الحسنات، وماذا يقول الله عز وجل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. محتاج أنت، انتبهتم؟ رابعا، أن عليك حقوق يوم القيامة، القصاص إيش يا إخوان؟ الحسنات والسيئات. ما في حد يسلم من الغيبة واحتقار الآخرين أو الآخرة ها؟ أخطأنا كثيرة واعتداء الناس بعضهم على بعض في الليل والنهار، هذا زميلك، هذا حسدته، هذا فتنت عليه، هذا نممت بينه وبين صديقه أو أخيه أو زوجته، هذا. أما الغيبة حدث ولا حرج، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: من الكبائر الغيبة وقلما من يسلم منها. فأنت بحاجة من القيامة أمامك طابور طويل، نريد ماذا؟ كل منهم يريد حقه ويأخذ من هذا من حسناته ولهذا من حسناته، فأنت بحاجة لأن تكون رصيد كبير جدا جدا حتى توفي الذي عليك إذا ما تاب الله عليك. لا، وبعد مستمر، من ذا الذي اليوم يمسك لسانه أو يمسك سمعه أو بصره أو حتى سوء الظن؟ شفت الظن بواحد سوء ظن عليك سيئة، تترفع على واحد عليك سيئة، شايف نفسك أحسن، قبيلتك أرفع، جنسيتك أحسن، وظيفتك، عقلك، جمالك، ذرة 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 يحاسب الإنسان العبد. لا يدخل جنة مكان في قلبه مثقال ذرة. حسبالكم إذا
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن أخت لها دعك منها فإنها كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، أشارة قصاصة يعني، فما تكلم بس قال لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجت. وين احنا اليوم فصل وصول الناس وفروعهم وعروقهم وناسهم وأشكالهم، طع هذا وجهه، طع هذا تفكيره، طع هذا شنو أصله، هذا شنو فصله، شنو هذا كحيان، هذا بخبل، هذا ما يفهم، هذا وشغالين العالم يقص بعضهم من بعض. حقا نحن نحتاج إلى جبال من الحسنات أساس أن ما تتفاجئ يوم القيامة تبثها يوزع ما فيه. رب العالمين ترى حرم الظلم على نفسه جل وعلا، لا يبيح لعباده، لا تظنه يبيح لعباده، إذا على نفسه هو أرحم الراحمين جل وعلا، وهو الذي لا يسأل عما يفعل. لو ظلم العبادة جميعا ما سألوا أحد، مع ذلك لكمال رحمته وعدله حرم الظلم عن نفسه. أتظن يبيح لأحد؟ لا يمكن. فالمسلم لا يستهين بالمستحبات، محتاج إلى ماذا أخوان؟ إلى حسنات تصل إلى عيان السماء، ما تدري كم بتوزع منها كم يبقى لك. وبعد يقول لك المستحبات سياج حماية للفرائض، فالذي يستهين بالمستحبات بشكل مستمر ما قاله أن يستهين بالواجبات، صحيح حقيقة هذه. وذاك بعض الناس سمي حتى من ما هي من دين الله عز وجل يقول هذه قشور، وعلى أشياء واجبة ليست مستحبة يقول عنها قشور. ما في دين الله عز وجل لبابه قشور، كله دين الله عز وجل، لكن تنزلا قيل هب أنه قشور، فما الذي يحفظ اللب إلا القشر، صح ولا لا؟ الثمرة لو أزيل قشراتها فسدت الحماية. فالحسنات هذه الكثيرة المستحبات تحميلك فرائضك. وبعد فيه نعم بعد يوم القيامة ربنا جل وعلا إذا حاسب العبد وقصرت به أعماله ماذا يقول للملائكة؟ يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، لما حتى يرمم هذا الواجب اللي فيه تقصير من التطوعات. ولذلك ربنا جل وعلا شرع المستحبات كثيرة كثيرة جدا، بل ذكر بعض العلم أن تشرع التوبة إلى الله عز وجل من ترك المستحبات. يعني واحد على طول تارك السنن تارك السنن، ها يشرع في حقه أن يتوب ويأتي بالسنن، مش تارك على طول. يعني بعض الناس ممكن بالسنة بالسنتين ما يصلي السنن أو الرواتب أو الوتر أو سنة الفجر أو ما يقول التسبيحات أو ما يقرأ القرآن، يهجره هجرا وإنه مع أنه مسلم. قراءة القرآن مستحب ليس بواجب، الذي يجب هو قراءة فاتحة في الصلاة، لكن هذا من أعظم الكنوز والأعمال الصالحة قراءة القرآن. حتى قيل فيه كلام عجيب، قالوا ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه جل وعلا من قراءة كلامه. هذا شيء عظيم، شيء عظيم. التوحيد في القرآن، السنن في القرآن، الفرائض في القرآن، حدود الله في القرآن، العبد يناجي ربه في القرآن. ربنا جل أنزل الكتاب، الجن سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ قال إنا سمعنا قرآنا عجبا. فما ينبغي تفوت على نفسك، يجعل لك إيش صداقة، يكون صديقك. شلون يكون صديقك؟ إذا لازمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لي لأصحابه يوم القيامة. إذن هنا بين الله عز وجل الحديث القدسي وما يزال ولا وما يزال، ماذا يفيد هذا ما يزال؟ فعل هذا يزال يعني استمرار، مش يقرأ مرة ويترك، يتسنن مرة ويترك، لا يستمر ولو على القليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. وفي حديث كان أحب العمل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ديمة. فالدوام هذا ترى شأنه عظيم، عظيم جدا. وإذا كذا فتح الله عليك باب من باب الخير تمسك به. إذا رأيت في نفسك إقبال على قراءة قرآن أو طلب علم أو سعي على رام المساكين أو صلة أرحام
أو بر والدين، هذه أبواب يفتح الله على من يشاء. يعني قد يكون أخوان اثنان، واحد موفق توفيقا عظيما في بر والديه، واحد على الخفيف لم يكن بعد، صح؟ هكذا فعلا. يعني بعض الناس عنده ولد مسافر ويرسل له مصروف، وعنده ولد ثاني عنده في البيت يقوم هذا بخدمته، وذاك إيش ينفق على الوالدين والأبناء. لكن إيش، هذا له دوره وهذا له دوره. وعادة ماذا يقول، ماذا يكون يا إخوان؟ اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. ولو كان ذاك يمدهم بالمال والمصاريف يدفع أجارهم وأكل، لكن هذا القريب مو تروح لوالديك تجلس عندهم وتقزرها كلش بالهاتف، وكنا طوفل جنبك، هذا ما هو أبوك ولا هذا ما هي أمك، هذا اللي حاصل الحين. ها يمكن أم اليوم صار في وجهها شيء، ولا أبوه، ولا في جرح، ولا ما انتبه له أصلا، لأن إيش قلبه وين؟ ها قلبه بالهاتف. هذه كلها لا اعتبارات، لا سيما الشاب المستقيم المتدين. أري والديك أثر هذا الدين، أثر هاي الدروس، أثر الاستقامة. والله بعض الناس استقامته على قد حاله، لكن عنده من البر والصلة والاحترام والتقدير ما ليس عنده كثير من المتدين. صح بعض الناس متدين وقلبه أسود، متدين وغيبة، متدين وعقوق، متدين ولسان طويل، متدين ونسأل الله العافية. التدين ترى معناه أوسع مما يظن الناس. علينا أن نستقيم على أمر الله ورسوله ما استطعنا ذلك سبيلا. لا تستهن بالمستحبات النوافل. إذا أحبك الله، هذا فيه دليل على إثبات صفة الحب، فالله يحب ويحب، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يحب ويحب. قال: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. الله أكبر. هذا من الأحاديث والنصوص المشكلة. سمعت مشكلة؟ يعني خفية الدلالة تحتاج إلى توضيح. فأنا أذكر في صغري، صلى الله يثبتكم ثبتني وإياكم، أنا في صغري من أهل المساجد، يعني من صغرنا بفضل الله عز وجل رحمة الله على أم مريم، قولوا آمين. أمرتني بالصلاة وأنا في ثالث ابتدائي، أصلي الحمد لله لصلاة العشاء الآن بفضل الله عز وجل رحمة الله عليها. المهم إحنا جينا في المسجد اسمه حذيفة بن اليمان، مسجد في خيطان، ولا عندنا مؤذن مسجد يعني يكون يحدثنا. والله ما نسيتها، إحنا بالطعش أعمارنا. قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال: إذا واحد يتطور في عبادة الله فالله عز وجل يخش فيه، يخش فيه فيكون سمعه وبصره. عجيب. معنا واحد أكبر منا شوي قال: لا الكلام غلط، احنا عرفنا غلط بس ما عرفنا، احنا صغار. هذه العقائد لا تظن أنها انتهت وانقضت، لا والله، لا والله الذي لا إله إلا هو. ليس معناه كنت سمعه أن الله يخش فيك، لا والعياذ بالله. الله يا إخوان إيش مستوى على عرش إيش باب الخلق، الله الله العلي الأعلى، وكل من سواه دونه ما يخش في أحد، ولا أحد يخش في الله، لا أحد، لا يخالط الله المخلوقين، ولا المخلوق يخالط الله. باب الخلق الله الخالق، وسواه مخلوق، الله العلي الأعلى. هذه عقيدة، هذا إيمان، أكثر ما ذكر الله في كتابه هذا المعنى، أكثر شيء. خالق غير والمخلوق غير، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما يصير الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق. وهذا شرك المشركين. يعني فرعون كلامه صح لما قال إيش أنا ربكم الأعلى، لأن الرب دخل فيه بعد. إيش الكلام هذا؟ انتهى هذا ولا موجود؟ هذا موجود، الذي يقول الله في كل مكان، ترى هذا معنى الآن أجواف الناس مكانه وليس المكان مكان، إذا الله في كل مكان حتى في جوف الإنسان. والسهل الناس عامة أين الله؟ يقولك في كل مكان، سامح بالمدارس ولا بالروال. يعني واحد مرة مقابلين في إذاعة القرآن الكريم ويتكلم، إيش يقول؟ يقول أنا وجدت رسالة صغيرة
واحد اسمه سالم الطويل مؤلفها، أسئلة وأجوبة للصغار. تفاجأت، يقول هذا طبعا سوري من جماعتكم، تفاجأت يقول شو تفاجأت؟ قال السؤال الأول من ربك؟ الثاني أين الله؟ قال الله في السماء. ليش هالكلام؟ بإذاعة الكويت يستنكر ايش؟ أن الله في السماء اللي قاله قاله الله ورسوله. فواحد أخذ هذا وسأل لي، ورحت أنا صعدت الموضوع ووصلت وزارة الإعلام ودخلت على وكيل الوزارة، قال لك هذا لا مش مذيع عندنا، هذا ايش ضيف من الأوقاف متصلين فيه. لكن صارت خيرة، ألفت رسالة بعنوان أين الله، وجعلت على أسلوب ايش؟ سؤال وجواب، ومطبوعة موجودة والحمد لله، حتى ترجمة تفتكر بالتركي أو بالألباني، يمكن بالتركي. لكن انظر يعني مستنكر، مستنكر أن يكون الله في السماء. فلا تظن العقائد هذه الباطلة انتهت، كلا والذي لا إله إلا، بل ما زاد في زيادة. الخالق مخلوق والمخلوق خالق، أعوذ بالله. إذن ما هو المعنى؟ المعنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك أنه قال في السياق، قال فإذا أحببت كنت سامعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جاء في الحديث في ألفاظ إيش قال؟ قال فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يمشي، وبي يبطش. يعني يكون سمع الله عز، يعني الله عز يسدده، فهذا من توفيق الله عز وجل بعد ذلك إذا أحبه الله لمحافظة على النوافل والمحافظة على الفرائض، لأداء الفرائض واستمراره على النوافل، أن الله يسدد له سمعه وبصره ورجله ويده، فيكون هذا لله وفي الله. ماذا يسمع؟ ما يرضي الله عز وجل. ماذا يبصر؟ ما يرضي الله عز وجل. إلى أين يمشي؟ إلى ما يرضي الله عز وجل. فيما يبطش؟ فيما يرضي الله عز وجل. هذا هو المعنى، لا أن يكون الله يحل فيه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ثم قال المكافأة الثانية سدده الله، ثم قال وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. طيب رب العالمين يستجيب لكل من دعا حتى لو كان مشرك، بل قال أهل العلم وهذا في القرآن، قد استجاب الله حتى لإبليس. إبليس قال نعم، ماذا قال إبليس؟ قال انظرني إلى يبعثون، قال إنك من المنظرين. فأنت لا تظن بالله إلا خيرا إذا دعوت الله عز وجل، فظن بالله خيرا أنه يسمع دعاك ويستجيب دعاك. فقد لا يعطيك ما سألت لحكمة ورحمة منه، يعطيك خير مما سألت، أو ما يعطيك ما سألت لأن ليس فيه خير لك، قد يكون عطبك وهلاكك في هذا الموضوع، في هذا الزواج، في هذه الوظيفة، في هذا الطريق، في هذا السفر، ما تدري، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وقد يدخر الله لك هذا الدعاء أجر وثواب يوم القيامة، أحوج ما تكوي له للحسنة الواحدة أبدا. والله ربي جل وعلا حي ستير، يستعي يستعي إذ رفع العبد له يديه أن يردهما صفرا، ما في ألا يعطيك. لكن هذه الاستجابة أيضا متفاوتة، متفاوتة. فالذي يحافظ على الفرائض ويستمر بالنوافل استجابة الله له أسرع وأقبل عند الله عز وجل، لأنه صار من أولياء الله عز وجل، صار من يحبه الله ويحب الله، يحب الله والله يحبه. صحيح أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يعطي كل عباده وآتاكم من كل ما سألتموه، لكن أيضا العطاء متفاوت. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والدين يعطيه الله من يحب. إبراهيم عليه السلام جعل الله إماما قدوة، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول أهل العلم بالتفسير، يقول فإبراهيم بعد ذلك تأدب مع الله، ما سأله سؤال مطلقا، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر فأمت. الدنيا هذه حتى الكافر متعوا قليلا ثم اضطروا إلى الأبناء وبئس المصير. فهذا الذي يحبه الله، يحب الله ويحبه الله من أولياء الله المتقدمين في الولاية، استجابة الله له غير، يعطيه الله ما لا يعطي غيره، وهذا ليس بغريب، له شواهد. الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعا، صح ولا لا؟ لكن إذا كان مظلوما، المظلوم يا شيخوان ليس بينه وبين دعاء المظلوم حجاب، لأن
مظلوم تنقطع في السبل، يخلص الله يا ربي، ما في إلا أنت تنقذني من هذا الظلم. صار عنده لجوء خلاص، استجيب الله. إذا أخلص العبد المشرك، إذا غشه موج في مصيبة، دعا الله مخلص الدين، دعوا الله مخلص الدين، ينجيهم الله ولا ينجيهم؟ وهم إيش في وسط البحر مشركون، وإذا أنجاهم الله عادوا للشرك، لكن في هذه اللحظة الإخلاص من الدعاء ربنا ينجيهم. ما ظنكم إذا أخلص العبد والدعاء لله؟ فهذا الذي من أولياء الله يحافظ على الفرائض ويأتي بالنوافل ويستمر عليها يكون له ميزة على غيره. قال: وإن سألني لأعطيه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني الاستعاذة عبادة، وهي اللجوء إلى الله عز وجل، تستعذ به ليقيك ما استعذت به جل وعلا مما استعذت منه. كان تستعيذ من الشيطان، من الجن، من الهم، من الغم، من العدو الظاهر الباطن، من الهوام، من الدواب، من المكر، من إلى آخرة، من كل ذي شر. إن كان هذا من أولياء الله، فإذا استعاذ بالله أعاذه الله. وأعظم ما يستعيذ المسلم بالله عز وجل يستعيذ إيش؟ من عذاب القبر وعذاب النار. فإذا بلغ الولاية فإنه يسأل الله الجنة، ويستعيذ بالله من النار، ويسأل الله الخير كله، ويستعيذ بالله من الشر كله، ما علم منه وما لم يعلم، فيعطيه الله من الخير ويعيذه من الشر. ماذا قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الولاية بفتح الواو المحبة. كمل. قال في الحاشية: الولاية بالكسر السلطان. كمل فوق، اقرأ فوق. نعم. الولاية بفتح الواو، الولاية المحبة. نعم. وضدها العداوة. والولي ضد العدو. نعم. وأولياء الله أحبابه، وهم المؤمنون المتقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه. نعم. وكل كافر فهو عدو لله عداوة خالصة. والمؤمن العاصي يجتمع فيه الأمران، فهو ولي لله بحسب ما فيه من الإيمان، وعدو لله بحسب ما فيه من العصيان. نعم. فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع. ولا أبو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. أبو بكر الصديق الأكبر قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر ذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني لا يظن بأن الإنسان ما يخطئ، ولو كان الصديق الأكبر، كل إنسان يخطئ، بل هذا الخطأ لما قال عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير، كله ما استثنى شيء. قال بعض العلم: حتى تقصير العبد في جنب الله عز وجل هذا من الخير. كيف؟ قال: لو ما يقصر، لو ما يخطئ، لاغتر بعمله ومن على الله، لكن كل ما عبد الله، كل ما صلى، أيضا زل مرة أخرى، قصر مرة أخرى، فيكون هنا إيش يا أخوان؟ يعني يضطر إلى أن يتذلل الله ويستغفره ويتوب ويعود ويخطو للمساجد وينتظر الصلاة ويسجد ويدعو الله، لكن لو رأى في نفسه أنه لا يخطئ لا يقصر لفاته كثير من الخير، ولا أصابه استكبار وعلو وغرور. فكل إنسان يخطئ، ولذلك الشيطان من وسائله ماذا يقول للعبد؟ يقول: أنت يعني أين أنت؟ مش وجه الجنة أنت، ولا وجه استقامة أصلا، أنت مشوه سمعة الناس المتدينين، فعلتك يا تركد، تحضر درس مني وتسوي كذا، سمع مني مسوي نفسك هذا، وإنك مسوي، ويشتغل عليه، إما يخليه يقول أي والله صح، كأنه يجعله بين أمرين: إما تكون نبيا معصوما، ولا أن تكون شيطان رجيما. مو صحيح، ليس بصحيح، بل المسلم يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد الهوى. ترى المسلم عليه شرور كثيرة، الشيطان من جانب، الهوى من جانب، النفس الأمارة بالسوء، صديق السوء، الإعلام، شياطين الإنس، شياطين الجن، والحساد، والحاقدون، وأهل الشبه، وأهل الشهوات، وتعاشوا فرق كثيرة، هذا الليبرالي وهذا علماني وهذا رافضي وهذا إباحي وهذا نسوية ومش عارف إيش، وكل يوم. فهو
ليس بمعصوم يجاهد هؤلاء كلهم، لكن إذا اعتصم بالله، اعتصم بالله، الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. واحد مسجد لي يقول لي ادعوا لي ادعوا لي، فيني هم ما يعلمه إلا الله. قلت له يخسئ الهم إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يخسئ الهم ولا لا؟ أكثر منها قسم بالله يشرح الله صدرك. شنو هم؟ هم وأنت عندك ذكر الله عز وجل أكثر من لا حول ولا قوة إلا، فإنها كنز من كنوز الجنة. عندك كنز ها وتقول لي مهموم، كنز عندك لكن تقصير في أنفسنا. عندنا كتاب الله، عندنا ذكر الله، عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله، عندنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كثر منها والله يفرج الله همك. لا تستسلم، تعبان عندك ذكر الله؟ أنت مو نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ولا ذاك الهندوسي ولا البوذي اللي صار ما صار راح المعبد، هم بانين بأنفسهم قام يتعبد. أنت عندك رب حي لا يموت، سميع الدعاء يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، عندك ذكر الله فرج الله به، على بذكر الله تطمئن القلوب، إلجأ إلى الله. بعدين حتى الهم هذا يطيح من سيئاتك، حتى الخسارة كله تكفير سيئات نعمة. يقول لولا البلاء لقدمنا على الله مفاليس، بلاوينا كثيرة وأعمالنا قليلة، ربنا أعطينا من البلاء هذا ما نتمناه ولا نسأل الله، نسأل الله العفو والعافية، لكن هو جاي جاي ما في حد يسلم منه. متى تتخلص منه؟ إذا وضعت قدمك في الجنة بس، ما في لا هموم ولا مشاكل، ولا هذا غشك، ولا هذا ينتقصك، ولا هذا يحتقرك، ولا هذا يحسدك، ولا هذا يغتابك، ولا الجنة. من وضع قدمها في وضع قدميه في الجنة سلم من هذا كله. أما ما دمت في الدنيا والله عدت تموت أيضا الناس ما يسركونك وانت ميت. هذا شيء يقول واحد مات يوم الجمعة قال هب معروف ذكر حظ، حتى يوم مات الجمعة شو بل 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 عاد لسان حاله قال هم يحسدوني على موتي فواسل، حتى من الموت لم أخلو من الحسد. ما يتركونك الناس حسبك تحاول ترضيهم، لا الله حقا ترضيه خلاص. فعندك يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله كنز. أنا أتعجب، يقول البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع عبد الله بن قيس اللي هو من هو عبد الله قيس أبو موسى الأشعري، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، خليك عليها فإنها كنز من كنوز الجنة. خلاص اتفقنا؟ ما في ضايق خلقي، ما في عندك لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص قسم بالله امسكها وشوف. شوف لا تقول بجرب، لا خل عندك يقين بتجرب ما ينفع معك. لا حول ولا قوة إلا بالله، تخلى من حولك وقوتك وحول الناس والبشر والواسطات والمعارف كلها كلها، والجأ إلى الله عز وحده، والله والله لا يفرجن عنك كل شيء، إذ لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم كمل. قال فيما كما يزعم فليس الولي معصوما من الخطأ كما فليس الولي معصوما من الخطأ كما يزعم بعض الغلاة في من يسمونهم أولياء، وليس لهم تصرف في الكون ولا قدرة على جلب النفع ودفع الضر وشفاء المرضى من دون الله، ولا على تفريج الكروبات كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين الذين يتعلقون بالأولياء ويعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم في الملمات ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات ويتبركون بتربتهم وأضرحتهم وينذرون لهم فيذبحون لهم القرابين كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وغير ذلك من الآيات. كمل. وليس كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، إنما الولي من كان مؤمنا تقيا وهو فقير محتاج إلى ربه لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفع. وأولياء هذا ولي، طيب ولي لنفسه، ولي مش لتدعو من دون الله ترجو من البركة والشفاء، هو استفاد من الولاية هو ولي إذا كان هذا، إذا كان ولي. ترى بعض المعبودات من دون الله يمكن بعضهم طواغيت بعضهم شياطين بعضهم فساق بعضهم فجار بعضهم عظام لناس مجهولين بعض حيوانات بعضها قبر فاضي ما في شيء، حط البناء وخذ يكسب أموال الناس بالباطل، هذا هذه حقائق
يعني حقائق كثيرة تسمع. يقولك في فرنسا لما دخلت الجزائر وأخذوا أقطاع عيون يأخذوا أراضي الناس ويزرعون فيها وأهل فيجون لصوص ويستولون على هذه المزارع، فعلموا أن لو وضعوا يعني قبر وفوق منارة الناس تخاف تقرب إلى الأرض لأن فيها ولي مدفون. قام الفرنسيون ماذا يفعلون؟ كثروا من هالإيش هذه القباب لتأمن أراضيهم من اللصوص. وفي ناس صدقوا بأن فعل هذا في ولي، روح يسرق لأرض ما فيها ولي، هذه ولي حاميها. شوف، وممكن واحد ضرب له كلب في العراق وبعدين هو أصيب صرع، جاله صرع لأي سبب من الأسباب. هذا نوع من أنواع الكلاب يسمونه في العراق الواوي، اسمه الواوي. فيقول لك هذا ها لما هو حرق الواوي فصرع، يمكن صرعه جني حتى يتعلقون بغير الله. فقالوا ما صار في الصرع هذا إلا لأنه اعتدى على هذا الواوي، ظهرنا هذا الواوي ولي، فحفروا له واعتذروا منه، ومع الزمن صار إيش سيد واوي، ويذهبون له وينذرون له ويحلفون به ويتقربون إليه. هذه قصص، يعني هذا بعض القبور هذه تاريخية صار لها 200 300 400 سنة، ما تدري شنو حقيقتنا. البدوي هو البدوي اللي شد له الرحال الناس بالملايين، ما له سيرة تكتب في نص صفحة، لا أعرف لا بطاعة ولا باستقامة ولا بعلم حتى اسمه. يعني من هذا؟ وتعال شوف الزوار، وتعال شوف واللي يبني جنب عيادة أسنان ولا هذا الدكان، ولا أغلى الشقق والدكاكين حول إيش قريبة من هذه المزارات، ترتفع الأسعار ويجون الناس والسواح وعلى هواصل واصل، يدخل هذا الصالون يدخل هذه العيادة وربحانين، أكل أموال الناس بالباطل، ويدعون الحي الذي لا إله إلا هو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لك حاجة يا أخي سألها من الله عز وجل، مريض سأل الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، فقير الله يغنيك سبحانه، مهموم الله يفرج الهموم، احسن ظن بالله والجأ إلى الله وحده. نعم. قال الشيخ حفظه الله: وأولياء الله تجب محبتهم واحترامهم بدون غلو فيهم ولا إفراط في حقهم بأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، وتحرم عداوتهم وتنقصهم وأذيتهم. نعم، حب الأولياء، تقرب إلى الله بحبهم، مش تتقرب إليهم بعبادتهم. انتبهتم؟ وانظر لحال اليوم كثير من الناس، يعني بعض الناس تكلم بكلام سيء على اسماعيل هنية. انا واحد من الناس ما تكلمت، يعني سبوني وكلام ما تكلم ولا كلمة، واحد حاط صورتي والمنافق، ما قلت شيء والله، ما علقت بس شيء مستانسين، كتبت له بالتعليق، قلت انا بيني وبينك الله عز، ما تكلمت اصلا، لا سبيته ولا دعيت عليه ولا المهم. بس عجبني بعض التعليقات، قال له واحد تكلم على هنية ولا قال ما لا ترحمون عليه، قال له صهيوني انت. طيب هنية كان يقول عن الخميني وعن قاسم اللي يسبون ابا بكر وعمر ويكفرونهم، مو يسبون هنية، يسبون بكر وعمر، كان يقول عن ايش الاب الروحي ورحمه الله وقاسم سليماني شهيد القدس. يعني ايهم اغلى عندكم انتم؟ ابو بكر وعمر، يعني ها أبو بكر عمر يا إخوان في الجنة، هؤلاء أولياء، يعني جزما هم الأولياء، أجزم النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم، الله اختارهم، تزوج ابنة أبي بكر وتزوج ابنة عمر، وزراء خلفاء دل عليهم أرشد إليهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إمامان ها يكفرون ويقول لك رحمه الله الأب الروحي، ما يأخذون عليها المأخذ هذا أنه كان يقول عن الروافض هؤلاء بأنه إيش الأب الروحي والآخرة. يعني ما نعرف كيف هذا، والله التعليق عجبني، قال أنتم الحين كل هالغيرة وكفرتوا الناس، ويا ويل اللي ما يدعو لهنية، ويا ويل الذي ينتقده والذي ينتقده الصهيوني. طيب نفسه كان
يثني ويمدح ويترحم على الخميني الذي سطر بكتابه الحكومة الإسلامية بغضة للصحابة وتكفير الصحابة، يقول اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبا بكر وعمر وابنتيهما. هو خميني يقول كلام هذا، يقول رحمه الله الأب الروحي، ما انتقدت على هذا الكلام. هذا العقيدة يا أخوان، والله لو في اعتقاد صحيح، لو في اعتقاد صحيح يعني يقوم الإنسان حتى بألفاظه حتى تصرفاته. لكن ما في لا ميزان عقادي ولا دراسة عقيدة ولا اعتراف بالعقيدة. كما يقول اليمنيين تشتهي، ها يقول تشتهي تتمنى يعني. تشتهي واحد يقول جهاد في سبيل الله، ما نسمع، كله من أجل الأرض من أجل الأرض من أجل. طيب قل جهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد في سبيل الله؟ ها بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا اللي في سبيل الله، معلش دافع عن أرضك بس قل جهاد في سبيل الله. هذا انحراف، هذا ضعف عقيدة، عدم اهتمام، ما في ميزان، ما في ميزان. بكر عمر كفار، معلش كان المسألة فقهية، ها ايش هذا؟ على كل حال نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله الرحمة لجميع المسلمين، من كان مسلما فنسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لكن أن تلزم واحد يدعو بالرحمة لفلان وهو رمز من رموز اللي عليهم مآخذ الكثيرة، هذا قد يكون فيه تقرير للآخرين، كأنك إذا أنت قلت الله يرحمه والشهيد واللي مش عارف، كأنك تؤيد ما كان يقوله من الخميني الأب الروحي وقاسم سليماني شهيد القدس. هذا كلام مشايخ متزن. مسلم والمسلم يا أخي وإن كان مسلما فوق الله مغفر المسلمين والمسلمات، لكن ما روح أغرر فيه الناس وسطر كذا وصلي صاد غائب، وبعضهم قال بنصلي صاد غائب عليه والمنافقين فليخرجوا من المسجد، ويه منافقين يخرجوا من المسجد وعشان. مو صحيح الكلام، هذا مو صحيح. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والله بن باز رحمة الله عليه توفي ما سمع له قال صلوا على صاد غائب واللي ما يصلي منافق. بن باز رحمة الله عليه، يلا معلش أثبتوا أثبتوا، الثبات الثبات يا أخوان، الثبات الثبات، كمل. وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله في هذا الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني فقد أعلنته بأني محارب له، أي فكان محاربا لي بمعاداته لأوليائه. الله أكبر. وهذا منطلق بالدرجة الأولى على من عاد الصحابة وأبغضهم من الشيعة والمبتدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه، يقول لهم لا تسبوا أصحابي ممن تقدم إسلامه. كيف عاد واحد يأتي آخر زمان يسب من تقدم إسلامه ويكفره بعد؟ نسأل الله العافية. لو أنفق أحد فإن يقول فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وجبل أحد جبل عظيم كبير يقول 6 و7 كيلوات، لو أنفق واحد غير الصحابة المتقدم إسلامهم ما بلغ مد أحدهم ممن تقدم إسلام ولا نصيفه. المد هو ملء الكف، يعني أولئك لتقدمهم بالإسلام ونصرة الدين العمل القليل منهم أفضل من العمل الكثير مما سواه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أخرجه نعم. الترمذي وغيره. نعم. استمر. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء أولياء الله عز وجل. نعم. ومعنى المعادات أن يتخذه عدوا، ولا أرى المعنى إلا من عاداه لأجل ولاية الله أو ولاية الله. وأما إذا كانت لأحوال تقتضي نزاعا بين وليين لله محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض، فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث، فإنه قد جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خصومة، وبين العباس وعلي رضي الله عنهما، وبين كثير من الصحابة،
رضي الله عنهم، وكلهم كانوا أولياء لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله. هذه المسائل دقيقة جدا. الصحابة جرى بينهم ما جرى، بلغ الأمر إلى أن يتقاتل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا السيد، يعني الحسن بن علي رضي الله عنه، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. شو معنى يصلح؟ يعني كانوا إيش؟ كان بينهم تنازل. لكن ما في صحابي انتقد صحابي أو قاتله لأنه مسلم، لأنه مطيع لله ورسوله. تحصن الزعات لأن هذا بشر، وكما قيل في حق الصحابة تجوز عليهم الكبائر. ما معنى تجوز؟ مش معنى يجوز أن يفعلوا الكبائر، يعني جائز أن تقع منهم، مش مستحيل لأنه غير معصومين، هذا معنى تجوز منهم، يعني جائز شرعا وعقلا أن يقع منهم. ولو كان الصحابة ما يقع منهم شيء لكانوا معصومين، لكانوا كالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وقعوا فيه. هناك من كذب عليهم وزاد، وهناك من حرف، فأحاديث كثيرة تروى عن الصحابة فعلوا وفعلوا كذب وزور، وما صح منها محرف زائد وناقص، وإن كان القصة لها أصل. وما وقع منهم مما هو صحيح فهذا مغمور في بحر حسنات، عندهم حسنات كثيرة هذه ولا شيء. ثم من قال لك أنهم ما تابوا مما أخطأوا فيه؟ أنت ما تقدر تجزم بأنهم ما تابوا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى ما جرى بين الصحابة أمسك لسانك، لا تتكلم عن الصحابة، الصحابة لا تتكلم عليهم، الله جل وعلا لا يرضى بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، الله جل وعلا يحبهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم. وإن تنازعوا أنت إيش علاقتك؟ انتبهتم؟ لازم تعرف هذا، لا تكن مع هذا ضد هذا، مع الكل نقول رضي الله عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، وقد قدموا على الله عز وجل والله يحكم بينهم. فلا تنتقص لا فلانا ولا فلان من الصحابة رضي الله عنهم، هذا له حق عليك وهذا له حق عليك، وما بينهم من نزاع الله جل وعلا يتولى أمره. أضربكم مثلا، هذا كثير ما يرد، بعض الناس يقع بين الزوجين طلاق، صح ولا لا؟ كثير وكثير جدا. فأنت الولد ما هو دورك؟ تكون مع والدتك وعدوا لوالدك، ولا تكون مع والدك وعدوا لوالدتك؟ ها، بما أمرك الله عز وجل أن تبر من؟ الوالد ولا الوالدة ولا إيش؟ الوالدين. نزاع وحصل بينهم، لكن تأدي الحقوق اللي عليك تجاه والدك ووالدتك، هذا الواجب. ما بعض الناس يلعن الأب ويبر الأم، أو يلعن الأم ويبر الأب، هذا خطأ كبير. هذا لا، صحابة حصل بينهم ما حصل، وتلك أمة قد خلت، وما شاركنا في الفتن، نترضى عن جميعا ونحبهم جميعا، حتى لهم حصل ما بينهم أنت مالك علاقة. ذاك الحين حجة هذول اللي الآن يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت تسبون أصحاب النبي، قال طيب الصحابي سب الصحابي، طيب هو سب، أنت معنى هذا مبرر تسب؟ هذا نزاع صار بينهم وانتهى، وتوفاهم الله وأقبل على الله عز وجل والله يقضي بينهم. ليس من حقك أن تسب أحدهما، ها، لأنه والله فلان الآخر تقاتل معه، أنت إيش علاقتك بهذا؟ شوف هنا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة. البدعي يثير هذه الفتن ويسب هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، وبالنهاية هم أكثرهم زنادق ومنافقون، ماذا يريدون؟ إشعال فتنة بين المسلمين. حتى فتن القديمة كما يؤثرون الحسين، طيب يؤثر الحسين تقتل الناس الآن، إيش علاقتنا؟ إحنا قتلنا الحسين سنة 61 من الهجرة، استشهد رضي الله عنه، تجي تقتلني أنا ليش؟ إحنا إيش علاقتنا؟ يمكن عموم هالمسلمين لا اسم الأطفال قتلهم، ما يعرف أصلا الحسين، ما اسمع به أصلا أحد، ما نطق حتى كلمة بابا، ما يقول عشان تقول حسين تقتل، لماذا؟ خلاص يريدون سباحة دماء الناس. الثار ايش ثار؟ ثار ممن؟ هذا كلام باطل كله، فقط ايش ينفخه الشيطان، شياطين الإنس والجن،
حتى تبقى العداوات والاعتداء وقتل الناس بغير حق، هذا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر من السبع الموبقات، القتل بغير حق ما يجوز. والله كافر بغير حق ما يجوز تقتله، كافر بغير حق ما يجوز تقتله، حيوان بغير حق ما يجوز تقتله، حيوان مش تقتل البشر والأطفال والنساء، هذا كله أفعال كفار يصنعون من القنابل المتفجرات ما تحمل حتى الجبال، ويقول لك إيش عندنا حضارة وعندنا حقوق إنسان وعندنا، وين حقوق الإنسان؟ أي حقوق الإنسان؟ تعال انظر إلى الإسلام وماذا صنع. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل طفل أو امرأة أو شيخا كبيرا ولو كان يتعبد في صومعتي ما تقتله، دين ثاني ما تقتله بلا حق. وتعال انظر إلى هذا الذي يدعون الحضارة ويدعون حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، يعني إبادة للبشر بأسلحتهم هذه، فنسأل الله العافية. لكن كل هؤلاء يجمعهم الله يوم القيامة، والله ولا يظلم ربك أحدا. مات بعدين، وإذا قتلته من لم يمت سيموت، لكن يوم القيامة يبعث الله عز الأول والآخرين ويحاسبهم جميعا، لا من صهيوني لا من رافضي لا من معتدي، بل بالله عز وجل يقتص لمن ممن للشاة الجماء من الشاة القرناء. ما ظنكم بالله عز وجل ما خلق سدى وإنما ثم إليه ترجعون سبحانه وتعالى. نعم تفضل. ثم بين سبحانه وتعالى في هذا الحديث الأسباب التي تنال بها ولاية الله تعالى ويكون العبد بها وليا لله أي محبوبا له، فيحرم حينئذ معاداته. فقال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين سبحانه وتعالى أن سبب الولاية هو التقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته، فأولياء الله هم الذين يعملون بطاعته بالفرائض ثم بالنوافل. نعم، هم الذين يعملون ما يقربهم منه من العمل بطاعته وترك معصيته، وهذا يبطل دعاوى الذين يدعون الولاية لأناس مخالفون شرع الله ويعملون بالبدع والخرافات والشركيات، فهؤلاء هم أعداء الله على الحقيقة ليسوا أولياءه. إن قال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون، فهؤلاء أعداء. ما معنى إن أولياءه إلا المتقون عبد الله بن راشد؟ إن أولياء إلا المتقون يعني إن يعني نافية. أحسنت، مش توكيد كما في قول تعالى: ها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. وكيف تعرف أنها؟ لأن بعدها إلا، إذا جت إن وبعدها إلا معناها ما النافية. إن أولياءه إلا المتقون يعني ما ليس أولياءه إلا المتقون، هم أولياء الله. نعم، فهؤلاء أعداء الله سبحانه الذين أبعدهم منه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم، وإن ادعوا أو ادعي لهم أنهم أولياء ليتخذ من هذه الدعوة حرفة يفترون بها الناس ويسلبون بها أموال العوام، فقد أصبح لقب الولاية والأولياء في هذا الزمان مصدر ارتزاق تبنى له الأضرحة وتفتح فيها صناديق النذور وتوظف حولها سدنة لحراسة تلك المصائد وحفظ ما يدفع لها من أموال بغير حق. إن أولياء الله أيها المخرفون لا يدعون لأنفسهم أنهم أولياء، ولا يدعي المسلمون الولاية. أصل الولي الصحيح المؤمن التقي ما يقول عن نفسه إيش؟ أنا الولي أنا الولي، صح ولا لا؟ يعني لما قال، ذكرت لكم لما قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء قل في صلاتي، ما قال له إيش؟ قل: اللهم أنك تعلم أني صديق صاحب نبيك ها أحد أوليائك، لا، قال: قل: اللهم أني ظننت نفسي ظلما كثيرا. قال أصلا الولي ما يقول عن نفسه ولي. نعم فضل. ولا يدعي المسلمون الولاية لمعين إلا بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، لكنهم يرجون للمؤمن الخير ويخافون على المسيء الشر، ويحبون أهل الخير ويكرهون أهل الشر. وفي قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دليل على وجوب العناية بالفرائض وأدائها قبل النوافل، وأن النافلة لا تقبل إلا بشرط أداء الفريضة. وفي قوله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دليل على فضيلة فعل النوافل والإكثار منها بعد أداء الفرائض.
لأنها تسبب محبة الله لفاعلها، ولأنها تكمل بها الفرائض إذا حصل فيها نقص، والنقص حاصل ولا بد. ولا بد، نعم. ومعنى قوله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معناه أن الله يسدده ويحفظه في سمعه وبصره ويده ورجله، ولا يباشر بهذه الجوارح معصية من المعاصي، وإنما يستعملها في طاعة الله عز وجل. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. انتهى. نعم، بارك الله. ومما يدل على التفسير قوله في آخر الحديث: وإن سألني لأعطينه، ولن استعاذني لأعيذنه، ومعناه أن الله تعالى يكون معه بتوفيقه ونصره وتسديده وحفظ جوارحه من كل محظور، لأن الجزاء من جنس العمل، لما حفظ أوامر الله حفظه الله. والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ونحن نقول: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم.